السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البوست ده للكوميديا شويه. انا بفتح الفيس من اسبوع كده لقيت القايمه سقطت. القايمه سقطت دي انا افتكرت ان في انتخابات ودي قايمه وسقطت. وبعدين لقيت الرجاله قاعدين يقولوا احنا مش عارف هنشتري الرفايع وما حصلتش ان انا مش عارف اجيب ايه وحاجات كده. فواحده واحده فهمت ان دي القايمه بتاعت الزوجيه، القايمه اللي الراجل بيمضي عليها مع كاتب الكتاب. قلت كده مراتي بسرعه هاتي القايمه اللي انا ماضي لك عليها، القايمه سقطت. عيد لأيمة اللي سقطت، الأيمة اللي أنا ماضي عليها من 16 سنة، عادي سقطت يعني زي أي جناية ما بتسقط، 16 سنة مش شوية، وسبتها وطلعت أجري بقى إيه وفرحان جدا، فقت كده لقيت نفسي واقف قدامه بنفسه كده، النيش أقصد، أخيرا أقدر أتكلم معاك كده راجل لنيش، ولسه بمد إيد عليه وبشده من كاساته، لقيت صورة نور بنتي جوه النيش في وسط أنتيكات، الأنتيكات أكبر منها سنا، وقفت بقى كده قدام نفسي شوية عمال أبص، وأنا بكتب كتابها إن شاء الله لو ربنا مديني عمر وأنا اللي هكتب كتابها، أنا همضي اللي يجي يتجوزها ده على قايمة زي ما أنا مضيت، بلغوها يعني، ده أنا همضيه على قايمة ونايمة كمان، أمال همضيه هو وأهله كمان، ده أنا هدي بنتي. لازم كلهم يمضوا واحد واحد، والعمارة بتاعتهم كمان هتمضي واحد واحد. ايه عمر؟ عمر ابني؟ لا عمر ما يمضيش على قايمة، القايمة سقطت والناس كلها عارفة الكلام ده، يمضي ليه يعني؟ خليها تعنس. طبعا الشاهد هنا شيزوفرينيا المصريين، عشان بس يبقى الكلام واضح. عمر تعال، عمر انا خلصت الفيديو، انا افتح النيش ده ورص لنا كده كل سبع اطباق كده فوق بعضهم كده، والكرة بتاعتك تعال يا عمر، ما تنساش تخبي الشباشب والسكاكين. هو بقى بجد في سؤال بقى محير، هو الستات زيتين ليه؟ الملزم بالفرح والعفش والنفقات وكل حاجه راجل، سواء زوج سواء اخ سواء اب، المفروض الملزم بكل الكلام ده راجل، فالعريس راجل والعروسه ملزمه من راجل، فالمفروض يبقى اللي رافض القايمه راجل بس عريس هيتجوز، واللي مقيدها راجل بس هيجوز بنت، راجل مع راجل. اما لو في بنات او ستات بيشتغلوا عشان يجهزوا نفسهم او عشان يساعدوا اهلهم فده تفضل منهم، كتر الف خيرهم طبعا. ونفس البنت دي ونفس الست دي لما هتكبر هتجوز ابنها الراجل، دي ست احنا هي نفسها او قريبه بيقولوا عليها بميت راجل، ما الناس اصل جدعانه بتتولد يعني، دي كده جدعانه، انما ملزم من مين او ملزمه من مين؟ من راجل. ترى الست اللي مقيده القايمه قوي جدا دي، وطبعا والكلام اللي بتقوله ده، ولازم يمضوا لازم يدفع دم قلبه، وطبعا لازم المواسم ولازم الحاجات دي، لما يبقى العريس ابنك الكلام هتمضي ابنك على نفس الرقم ولا هيبقى لا خليها تعنس؟ هيا ست الكل، وياريت على خليها تعنس، ده لو الراجل ابنك هتقعدي تقولي ساعتها وما يطوله ده ضفره مش عارف ايه، هو في عرسان، هو حد مش عارف ايه، وانت بتكلمي على حد تاني خالص بتبقى الدنيا مقلوبه، اول ما تروحي مع ابنك يتجوز بتبقى حاجه تانية خالص. الكلام ده المفروض بتاع رجاله، ما يصحش واحده تقعد تقول انا عايزه قايمه ب 100 عايزه قايمه بمليون، والله هقول لك رخيصه، الا لو مالكيش اب، الا لو مالكيش اخ، الا لو انت سابق لك الزواج، مطلقه، ارمله، في الحالات دي كلها ست ايوه بتتكلم، ملهاش وكيل، كلمي وقولي ايوه انا عايزه كذا، لما تبقى واحده مسؤوله لسه من ابوها لسه بنت بنوت وتتكلم تقول انا عايزه كذا، لا والله رخصتي نفسك، انت اغلى من اللي هتقوليه بكتير جدا، انت مفيش فلوس اصلا، انت يعني ما ينفعش تقولي رقم فلوس اصلا، ده مش كلام ستات، والشرع والدين لما الزم الراجل الزمه عشان الست المسلمه تبقى فوق حدش بيطولها، فوق الرقم اللي اتكتب لها كبير صغير اللي قاله ابوها، ست تتكلم لظروف لما يبقى بجد مفيش راجل. وفي الاخر هاكد تاني، لو انت رايح او لو انت لو رايحه مع الولد قايمه اللي تتكتب، ما هم قالوا خلاص بطلت حكايه القايمه دي، لو تاني يوم على طول العريس جاي لبنتك الكلام هيتغير خالص. فنراعي ضميرنا ونراعي ربنا ونراعي الشباب الصغيرين دول، ونقول ايه خير او نصمت، يعني نحاول نقول حاجه كويسه كده او نصمت. انا بقول لما هيجي حد لبنتي ده انا همضيه على كل حاجه في الدنيا، بس والله العظيم ممكن يجي واحد انا اللي اساعده واجوزه، يبقى ربنا مقدرني ويبقى معايا فلوس، لا انا اللي اجوزه وانا اللي ادفع له كل حاجه وما ادفعوش انا اللي اشتريه بمعنى الكلمه زمان. ممكن يكون معهوش فلوس، ممكن يكون ما بيفارقش المسجد، ويمكن يكون عارف ربنا كويس جدا. الموضوع يا جماعه يتغير من واحد لواحد، من عريس لعريس، من عروسه لعروسه، الموضوع بيتغير، الموضوع عمره ما يبقى ثابت، بس ما حدش يتغالى. وانت رايحه بالراجل عشان تجوزي بنت لازم تتخيلي البنت دي بنتك، والعكس لو واحد جاي يتجوز بنتك تخيلي اللي جاي ده ابنك، وفي الاخر بمرضي الله اللي ربنا رايده هو اللي بيكون. ما الدنيا كلها عماله بتتطلق، ما عشان كل واحد بيقعد يفكر في الفلوس، انت بتبيع بنتك وانت رايح تقول ده انا هديك وانت بتشتري مراتك، ما هي نفس الحكايه يعني، ما هي كانت حرمه راجل تاني وبقت حرمتك انت دلوقتي يعني. الموضوع ملوش علاقه بالقايمه، والرجوله ملهاش علاقه بالقايمه، بس للاسف في زماننا ده في رجوله بعافيه كتير، في رجاله ما بتصرفش كتير، بيصرفش ومعوش ربنا يغنيه، معاه وما بيصرفش وسايبهم بيشحتوا وبيعملوا وبيلجأوا لكل حاجه مش حلوه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يبقى اللي زي ده لازم يمضي، يمضي على قايمه. هو الجديد ان في ناس بقت بتمضي على وصلات امانه، ابني على قد ما هو معاه هجوزه، لو لقيت اللي عايزها اهلها بيتغالوا
وما عندهمش اسباب المغالاه، انا رايح اخد في حد كده عادي وبيتغالى، انا عارف مستواه وانا داخل بيته وعارف مستواه ايه، فانت هتتغالى؟ لا، انت مستني البيت يجي لها حد يعديك ولا ايه يعني؟ ما هو اكيد مش كده. ونفس الفكره لما هيجي لي حد انا مش هتغالى برضه، ما ينفعش هتغالى هنا يبقى تغالى هنا. شايف البنت تتقدر بملايين، خلاص يبقى ابني لما يروح برضه يتجوز يدفع ملايين، خلاص ما هو هنا وزي هنا. واخر حاجه ينفع اختم بيها، حب لاخيك كما تحب لنفسك، وخير الامور الوسط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.